تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مثيرة تظهر أطرافا بشرية بكيس بلاستيكي أسود تتضمن ساقان وساعدين تم التخلص منهما بحاوية الأزبال. تلتها مجموعة من التعليق على شكل أوديوهات صوتية تشير إلى أن هذه الجريمة البشعة ارتكبتها زوجة في حق زوجها بفاس بعد أن ضبطته متلبسا بالخيانة الزوجية. الواقعة جعلت أيضا عددا كبيرا من الأشخاص ينشرونها بدورهم عبر تطبيق الواتساب ويقومون بمشاركتها على صفحاتهم بالفيسبوك بسرعة خطيرة. غير أن الحقيقة لم ثلبت أن انكشفت، حيث أكدت جمعية خبراء الحاسوب المتخصصة في كشف الصور والفيديوهات المفبركة على الإنترنت أن هذه الصور تعود لجريمة حدثت قبل سنوات بمصر وليست بفاس كما يزعم البعض، وتؤكد أن الظاهرة أصبحت مقلقة جدا وتتطلب التدخل العاجل للجهات المعنية للضرب بيد من حديد على كل من تساوله نفسه تشويه صورة المدن المغربية بأفعالك هذه معادية للوطن وهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة. من جهتها قامت السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير التقنية والقانونية لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في هذه القضية التي تروج لافتراءات رامية لإيهام الرأي العام بوقائع كاذبة، لا سيما أن ذلك قد ينتج عنه إثارة الخوف والهلع في صفوف المواطنين.